تصور احنا وصغيرين. هاي طبعا بيارات في قلقيليا، هون شجرة الأفوكادو، هاي الجوافة طبعا لسه ما بدها شهرين ثلاث. طبعا هاي الأشجار عمرها يعني تقريبا 40 سنة، 40 سنة مزروعة في هذا المكان. المزارعين صاروا في آخر فترة يخلعوا الحمضيات ويتوجهوا نحو زراعة الأفوكادو، اعتبارها مجدية اقتصاديا أكثر من هاي الحمضيات. ها ابو سليمان، هسه هذا اللي هو الافوكادو الملس، الملس هذا الاخضر، ايوه اخضر ملس كبير بيجي حبه وثمره كبير، بس طعمه مش مثل ما بدك يعني للاكل. هذا شايف هذا بيجي خشن حبه، هذا الاسود وسط، ايوه خشن وسط، هذا للاكل ازيد. الملس بيستخدموه للشامبوهات وللشغلات، هذا شايف بس احنا بناكله عادي. طبعا الافوكادو لهم سنين بصدروه على الاردن برضه. انت بتصدر شخصيا؟ على اساس لسه ما هو الانتاج عندي، يعني هسه بدنا نبلش نصير ننتج، يعني ان شاء الله السنه الجايه اللي بعديها بصير في عندنا انتاج. شايف صدروه على الاردن فظل سعره ممتاز يعني. شايف واقتصاديا بجوز مجدي اكثر من الجواف، لانه مصاريفه اكل، مصاريفه اكل، مصاريفه والعنايه فيه اكل من الجواف. فهو مجدي اكثر يعني، شايف يعني شجره بتزرعها بعد ما تنجح، شايف ما بدهاش العنايه يعني، بس سكيها خلص، بس مي. الجوافه بدك ترش، بدك تسمد، هاي لسه يا دوب تتكلم، شايف بدك تلقط الجوافه يوم يوم بدك تلقطها، شايف هذا بتلقطها مره واحده في الموسم، شايف فبيختلف. بعدين الجوافه روحها مش طويله يعني. ايوه الجوافه شجره شو بدك اقول لك يعني، شجره حساسة. مدلله بدك تضلك مدللها يعني، تتعطيك يعني اذا بتهتل في اي شيء بتخربها، شايف في الموسم في القطيف بدك الجوافه تضل عندها يعني، اذا الحبه بتستوي بتنزل بتخرب، بدك تضلك مستعد لها، اول ما انها تنضج بدك تلقطها، شايف. الافوكادو لا، الافوكادو مره واحده في الموسم تيجي بتلقطها مره واحده وخلص، حتى لو اخرتها، شايف لو أخذ